LA Airport. في رحلتنا جميعا في انا في انهايم دلوقتي. الحمد لله جبت الخط انليمتد بس اتفشخت طبعا في الفلوس، مش مشكله. قطر ومترو والحاجات دي تمام، باصات برضو حلوه، ظريفه الاجواء سو فار. يعني حاليا في البروميناد ستريت في لوس انجلوس، طبعا الحياة جميلة. رايح ناحية البحر، انا كده قدامي كده ان شاء الله رايح على البحر بتاع لونج بيتش او الشاطئ. وهوبا الميدان بتاع مين؟ برومينات سكوير، وقدامنا كده المفروض البحر. المنطقة دي ظريفة. حاليا في الكوبري بقى اللي هيودينا على البحر الجميل. حلو المكان ده بصراحة. وتحوم الطيارة الهليكوبتر دي، بتحوم بقالها فترة، مش عارف تاني مرة لفة بتاخدها تسكان الدنيا تقريبا. وهذا هو المينا الشقي، دي زي اللي بتطلع في الأفلام، السفينة دي بتاع الايه. طبعا الجو يعني فيه شمس بس برضه مع الهواء نسمة الهواء حلو. دلوقتي انا قاعد في مكان اللي هو فيه فري باص، ده بيخليك تاكسبلور داون تاون بتاع لوس انجلوس. ده المنظر بتاع الكراسي ومستنيين، والجو جميل بصراحه. ده من داخل الحدث، داخل الباص الجميل الفور فري بيودينا نواحي لوس انجلوس. عارفين 10 اشهر تكملة الباص اللي عايز. يوم جديد من لونج بيتش. ده المنظر الحالي، مستنيين بس الباص عشان نروح سانتا مونيكا. الباص هيجي من هنا ان شاء الله. الكلام من داخل الباص الجميل. طبعا هي الدفع بقى هنا يا بيبقى كاش يا بيبقى بطاقة كده معينة دولار تقريبا او دولار وربع. فانا لغاية دلوقتي ما شاء الله اغلب الناس كورة ما بيقولوا لي اركب عادي كده من غير اي حاجة. ناس طيبين قوي قوي يعني. كل اللي دفعه دلوقتي راكب بتاع 5 باصات ولا حاجة دفع 2 دولار. ده كده الطريق الزراعي بتاعهم زي بتاع مصر الجديد. ده النهر اللي احنا عدينا من عليه من شويه كده. رحلتنا مترو، انا رايح محطه بيكو عشان انزل سانتا مونيكا. اجواء ظريفه برضه من فوق مش من تحت. كده احنا في المترو فيرمونت ستيشن. ده السؤال بتاع الشارع. وصلنا بالحمد لله سانتا مونيكا. احنا بنعبر الشارع لسه جايين في اخر محطة القطر. وده الجو اللي احنا شايفينه قدامنا. رحلة ظريفة برضه، الجو جميل، تشيلي كده شوية جميل. في ناس متقلة وناس مخففة، الموضوع مش مفهوم شوية. طيب ده كده الجو من سانتا مونيكا. كده احنا نازلين على الشط. وبعد هنا جبال بقى والخضرة زي لبنان بالظبط يعني. جميل. هو ده الحال بقى. ده شط سانتا مونيكا، بيقولوا ان هو من احسن الشواطئ. دول الناس هنا مش عارف تعمل ايه، مسابقة ايه دي؟ ما شاء
شكله قاعد يقلد. فالموضوع ظريف سفاري. ويت في الإشارة لغاية ما نقدر نعديش الناحية التانية. طبعا الناحية التانية في ايد حمرا بنشوفها من هنا. بس الله خبرنا ويت مش انت مش عارف يوم. وفي أحشاء سانتا مونيكا. طبعا أنا رافع ليها عشان أفاية تهرى من الحر ضلة ورطوبة وبرد في مواسم غريبة يعني. بس الأوفرول هو زي جو مصر بالظبط. تسلا ده مكان بيبيع عربيات تسلا عادي جدا. يعني حابب يشتري بس يبلغني وان شاء الله اجيب له ميداليه مش هجيب له العربيه. طب دي موستنج ولا فيراري؟ دي شكلها غريب شكلها كهربا كمان. سانتا مونيكا رحله الرجعه كانك انت برضو ايه انا جاي كده راجع كده. حاليًا مع الموسيقى الحزيني انا في المترو وشوف الاوضاع بتمشي ازاي. المحطه العموميه بتاعه المترو نفسها ما فيهاش موظفين خالص، كله كروت وكله ماشين دي. طب حاجه جميله طبعا دي في الاستيشن طالع الداون تاون. طبعا انا دلوقتي في لوس انجلوس في الداون تاون. الريحه مش احسن حاجه بصراحه. طبعا مش فاهم ايه اللي ورايا ده بس يعني انا يستر. ده بلس 18 يا جماعه. طبعا كل حاجه بتتباع هنا. مكان شكله قديم وعتيق شويه. ولكن هنشوف. حاليا انا في ايفون ستور ويعني متحف في الاساس. انا نازل تحت والتويلت والحاجات دي وفوق بقى اللي هو الروم نفسه. ايه هي بقى ايه طبعا ده عشان نلحق الايه الانونسمنت بتاع الايفون 15 ان شاء الله. انتظرونا قريبا. اعتقد هيبقى يوم 19 20 23 19 سبتمبر. كان من فوق المكان بقى ده هنا بيتعمل فيه ممكن مؤتمرات بتاعه الايفون وكده. بس الهول جميله طبعا يعني فيها ديزاينز وفيها حضاره وعراقه. يعني السقف ده السقف وده مش طبيعي يعني ده رسم. بس كده بقينا في الموسكي رسمي ده في لوس انجلوس في الداون تاون كمان تحديدا يعني. ف لايك وانت تخيل ومشهد. هنا دي بقى اللي ورايا من حته الفانسي اللي هنا في ال اي احنا او في لونج بيتش بقى. بلاش نقول ال اي عشان احنا مش في ال اي اصلا. حاليا احنا في البون منشور في اليونيفرستي بتاعت لونج بيتش. جو جميل. مستنيين الباص بتاع 41. ده المنظر كده ايه من ورايا. جميل سامعين زقزقة العصافير. هكذا تكون يعني العربية خضرة ممشي. ده كل المكان في الحقيقة كده. طبعا معلومة سريعة بس واحنا في المترو مفيش اي بوابات ولا اي حاجة. انا معاك كارت بخش بضغط البتاع ده في الترانزيت ورايح مكان تاني صلى الله وسلم وبارك. محدش بيبص وراك بس لو اتقفشت يعني بيقولوا عينك ما تشوف الا النور يعني. بس الحقيقة سيف قوي.